يتوصل توافد حجاج القرى إلى المدينة المنورة وسط تيسيرات تقدمها بعثة حج القرى لهم منذ لحظة الوصول وخلال مدة إقامتهم بالمدينة المنورة حتى المغادرة إلى مكة المكرمة تمهيدا لأداء مناسك الحج. يا رايحين لإن بالغالي هنيه لكم. يغادر يوميا أفواج من حجاج القرعة مطار القاهرة الدولي في رحلة تستغرق نحو ساعتين باتجاه المدينة المنورة. ومع كل فوج من هؤلاء الحجاج يصل إلى مطار المدينة يستقبلهم ضباط البعثة لتسهيل إجراءاتهم والترحيب بهم استكمالا للتيسيرات المقدمة لهم لأداء مناسك الحج. أنا سعيدة جدا جدا باستقبال البعثة المصرية لينا واحتفالهم لينا. كل حاجة ميسرة وكل حاجة سهلة وبسيطة والحمد لله مقابلتكم حلوة وكل حاجة حلوة وجميلة. يعني أول مرة اللي بالك راجع عمرة ما لقيتش استقبال زي الدور ده. جميل والجرات في ما خدتش 3 دقائق. عاوزين نشكر كل ما هو مسؤول في البعثة المصرية اللي استقبلتنا هنا في مطار المدينة. صراحة يعني شيء يعني القلب مش قادر يوصفه في 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 ترحاب في مدينة رسول الله. أول مرة أجي بس بصراحة اللهم صل على النبي استقبال ما فيش بعده استقبال وربنا يبارك لكم يا رب كل سنة وأنتم طيبين وتعودوا لها بخير. بمجرد انتهاء الإجراءات يستقل الحجاج الحافلات المجهزة لهم أمام صالة الوصول لتقلهم إلى فنادق إقامتهم. وفي هذه الأثناء يقوم الضباط بإنهاء إجراءات التسكين بواسطة التابلت والباركود حتى يتسنى للحاج معرفة غرفته بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة، وهو ما يوفر عليه عناء الانتظار في بهو الفنادق. حفاوة استقبال الحجاج كبيرة بفنادق الإقامة التي اختارتها بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بعناية كبيرة على مقربة من الحرم النبوي الشريف، وبما ييسر على الحجاج التردد على المسجد النبوي لأداء الصلوات في أوقاتها. ما شاء الله يعني تنظيم رائع جدا وجيد جدا من أول ما وصلنا في المطار لحد هنا. المشرفين ما شاء الله حاجة ممتازة، عرفونا كل التعليمات وكل الحاجات اللي احنا المفروض هنعملها. التسكين بدأ من الباص، توزيع الكروت في الباص ومعرفة كل واحد الطابق بتاعه والغرفة بتاعته. ما خدناش وقت في التسكين وراحة في كل حاجة. فرحة كبيرة بين الحجاج بسبب دقة عملية التنظيم منذ لحظة وصولهم إلى مطار المدينة حتى فندق الإقامة، ووجود الضباط بينهم لتوجيههم والإجابة على كافة استفساراتهم. طبعا الشكر كل الشكر للبعثة والترتيب والإجراءات الأمنية تمام زي الفل. والله الناس بذلت معانا مجهودات حلوة جدا. نشكر وزارة الداخلية بضباطها وأفرادها وبعثتها واهتمامها بينا ومفيش أي تقصير، وأحسن فنادق ونظام في المطار، كل حاجة جوازاتنا وورقنا وكل حاجة والتعارف كل حاجة تمام بسم الله ما شاء الله. في تسهيلات لكل الحجاج وحسن استقبال لينا وتعاون لكل الحجاج والحمد لله ما فيش أي مؤاخات قابلتنا. هكذا هي أجواء روحانية وفرتها بعثة حج القرعة للحجاج لأداء مناسك الحج في سهولة ويسر مع وضع كافة الإمكانات لخدمة الحجيج. يتواصل توافد حجاج القرعة إلى المدينة المنورة تمهيدا لقضاء أيام بها قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء المناسك وسط تيسيرات يقدمها ضباط بعثة حج القرعة لهم للتيسير عليهم لأداء صلواتهم في المسجد النبوي الشريف. من أمام أحد فنادق إقامة حجاج القرعة بالمدينة المنورة، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.